السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم المهندس محمد أبو حسين. رجعنا لكم بفيديو جديد، بس هذا الفيديو راح أحكي عن بعض الخزعبلات أو بعض الاعتقادات الخاطئة التي يستخدمها البعض أو الكثير من الناس لاستخدام الكاز أو مواد التنظيف في مكافحة الحشرات والتخلص منها. إن عجبكم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، ونفس ما عودناكم أي ملاحظة تكتبوا لنا إياها أسفل الوصف. رجعنا لكم من جديد للحديث عن بعض الأخطاء أو بعض الأمور الخاطئة في مكافحة الحشرات والقوارض، استخدام الكاز، استخدام مواد التنظيف، المشتقات النفطية، كلها استخدامها في عملية مكافحة الحشرات. بيجيني كثير اتصالات، أنا استخدمت مشتقات نفطية، الكاز، البنزين وما راحت الحشرة، استخدمت مواد التنظيف، استخدمت جميع المواد بدون ذكر أسماء هاي المواد، استخدام جميع مواد التنظيف وما انحلت المشكلة. شو السبب؟ شو المشكلة في الموضوع؟ هلأ المبيدات عند صناعتها أو اختراع المبيدات كانت أول إشي من أصل نباتي، فبعدين صارت مصنعة فما أجت من الفراغ. يعني المواد التنظيفية بتمنى إنه هي يتم استخدامها للتنظيف فقط، يعني مواد تنظيف للتنظيف، كل إشي له اختصاصه. المواد المشتقات النفطية للتدفئة والأمور التدفئة. أما بخصوص المبيدات واستخدام الرش، فهذه هي عبارة عن ناتج عن عمل وخبرات وتطور في المبيدات. فهاي الأمور يعني عند استخدام مبيد معين للقضاء على الحشرات، هاي نتاج عمليات وفلوس وتجارب كثير كبيرة حتى نتج عنا هذا المبيد اللي بقضي على هاي الحشرات. فبنصح أنا الجميع عدم استخدام مواد التنظيف، عدم استخدام المشتقات النفطية، لأنها بتسبب مشاكل، بتسبب تحسس، بتسبب العديد من الأضرار، فما بنصح فيها. فحبيت أنبه لهاي النقطة وأركز عليها، لأنها كثير سببت للأشخاص كثير من المشاكل، وخصوصا المشاكل التنفسية والصدرية وريحة ما بتروح. فبتمنى من الجميع إن عجبهم الفيديو عمل لايك واشتراك في القناة، وأي ملاحظة تكتبوا لنا إياها على الوصف.